ونعرض الآن الصور الأولى للهجوم الذي تعرضت له القنصلية الأمريكية في بني غازي. والله ما قصرت بارك الله فيك. نقول لك حاجه والله يا راجل ما معي لوبينا يا راجل غادي سكوا الكاميرا كروا فينا ونيا خلي راجل يصور الراي بس لحد انت انقطع علي بي اولا ما يخاش ولا ما ادري عليه بلوك يصير بارك الله نور حبيبي خلينا هنا جو تمام علي انت حبيبي دير زوم قاعد 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 انا مش متحركين قاعدين انا اوكي والله